يا حبايبي، نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. لاول مره في الشهر معنا القناه هذه، ما يبخلش انا واحد اشتراك وواحد لايك فضل الله امر بطبيعه الحال، ونبداو هذا الفيديو ديالنا على بركه الله. كل شيء تعرف يعني ان الوعود اللي جات بها الحكومه ديال جورج ميلوني ما كاين منها حتى شي حاجه. يعني داكشي اللي كانوا تيقولوا قبل الانتخابات من اللي وصلوا الحكم يعني ما كاين حتى شي حاجه. اللي تنشوفوا هو تقريبا دوك البونصات اللي كانوا في العهد ديال ماريو دراغي واللي كانوا في العهد ديال جوزيبي كونتي، يعني تقريبا هما اللي كاينين. تتغير الاسماء، تتغير يعني بعض الاشياء اللي هي طفيفه في هذه البونصات وفي هذا الدعم هذا اللي الناس يعني كلهم تيتسناو فيه كما تعرفوا، مع الغلاء ديال المعيشه، مع الازمه اللي كاينه اصلا كان في ايطاليا قبل من الازمه يعني ديال الامرجنسا ديال الكوفيد كما تعرفوا. المهم على اي يعني هذه الحكومه يعني ما غاديش نتسنوا منها يعني شي حاجه كبيره. الواقع هو هذا. المهم كما تعرفوا كما تعرف الجميع يعني كان واحد البونص ديال الرينسي اللي هو تقريبا كتوصل 80 اورو. المهم دابا حاليا غيكون فيه يعني 120 اورو اللي الاسم ديالو ماشي البونص الرينسي، ولكن تيتكلموا على تراتامينتو ديال الانتيغراتيفو اللي هو اكس بونص رينسي، واللي تعني يعني واحد العلاج تكميلي، يعني واحد المبلغ تدفع شهريا على الدخل ديال العام او ما يطلقوا عليه بالار بي اف. المهم الدعم هذا غادي يوصل تقريبا واحد 120 اورو في الشهر للابوراتوري ديبيندينتي. بطبيعة الحال ماشي كلشي يقدر يوصل عندهم يعني 120 اورو باش تكونوا فاهمين هذه المساله. هذه تقريبا يعني في العام يوصل حتى 1200 اورو. ودابا غادي ندوزو نشوفوا الناس اللي غادي يستافدوا من هاد اكس بونوس الينسي اللي قلنا غادي يوصل للناس يعني الزياده في الاجور ديالهم لواحد 120 اورو شهريا. الناس هادو اللي غيستافدوا هما سوتشو لابوراتوري ديال لي كوبيراتيفي كما تشوفوا معايا، لابوراتوري اتيبيكو، لابوراتوري اسونتي كون كونتراتو كو هادشي راك ما شرحناش على هادي، يعني فسرنا ما معنى هاد كو. مهم عليناش كاين البورسيستي ستاجيستي وكيس فولجي الترا اتيفيتا ديال الفورماسيوني، الناس ديال ستاج يدوزو ستاج مثلا في شي شركات او شي فورماسيون شي تكوين. مهم كيس فولجي كذلك اون لابورو سوشيال مينتي اوتيلي، شي حاجه يعني تفيد المجتمع، الناس اللي تيخدمو في هاد المجالات يعني الاجتماعيه. كذلك ريفيزوري دي سوشيتا، امنيستراتوري كومونالي، اديتي دي لا بي ا. كذلك الناس ديزكوباتي اللي عندهم يعني تستافدوا من داك ليدينتيتا ديال ديزكوباسوني او ما يطلق عليها بالناسبي، يعني عندهم تستافدوا من الناسبي تما غيستافدوا من هاد 120 اورو في الشهر تزادهم. كذلك لابوراتوري انكاسا انتيغراسوني، هادو هما يعني لي كاتيغوري او الناس اللي المجالات ديال العمل اللي مواليهم غادي يستافدوا من هاد البونص هذا ديال 120 اورو اللي هو اكس يعني بونص رينسي. بزاف ديال الناس يعني تسولوا على داك العفو الضريبي الروتاماسوني وما الى ذلك، يعني الناس كاين اللي باغي يخلص يعني وما عارفش كيفاش يعني الطريقه. المهم كاينين الناس بزاف يعني اللي مشاو لاجنسيا ديال الانتراتي باش يتكلموا معاهم باش يشوفوا يعني هاد الضرائب اللي عندهم خصهم يخلصوها. المهم بالنسبه لهاد الروتاماسوني اللي صافي اكورتا من لاجنسيا ديال الانتراتي، يعني انسان اللي كان باغي يخلص يعني حيد عليه داك الشيء يعني ويبدا معاهم، فالطريقه تكون بهذا الشكل هذا. يعني ابتداء من 31 لوليو ديال 2023 ديال السنه هذه، يعني غيخلص الراطه الاولى او الراطه واللي المبلغ يعني ديالها هو 10% من داك الشيء اللي تيتسالوك. الراطه الثانيه حتى هي كذلك يعني 10% من داك الشيء اللي تيتسالوك، وابتداء من 30 نوفمبر ديال 2023، الاولى في 31 لوليو ديال 2023، الثانيه في 30 نوفمبر ديال 2023. وهكذا يعني في السنه ديال 2023 غتكون خلصتي تقريبا 21% من داك الكريدي اللي عندك، التوتال ديال الكريدي اللي عندك. ابتداء من السنه ديال 2024 وحتى 2027 الراطات اللي غادي تبدا تخلص يعني تقريبا 5% من الديبيتو اللي عندك، يعني كومبليسيفو يعني المجموع ديال الكريدي اللي عليك غادي تخلصو فقط يعني راطات فيها يعني 5% اللي غادي تخلص. المهم غادي تقريبا بحال نقولوا مثلا من 2024 حتى 2027 غادي تخلص مثلا دائما فيني فبرايو، فيني ماجيو، فيني لوليو، كذلك فيني نوفمبر، غيكون يعني مقسم الخلاص على حساب هاد الشهور هادو كما قلنا.
كذلك يعني ما كاين حتى شي مشكل يعني على حسب السكادنس، يعني السكادنس ديال الخلاص يعني واخا تفوت بواحد 5 الايام راه ما كاين حتى شي مشكل، يعني الانسان يعني يقدر يخلص ما غادي تزاد عليك حتى شي حاجه. وبطبيعه الحال دوك الديبيتي كنا تكلمنا عليهم شحال هادي يعني ديال اقل من 1000 اورو، في حدود تقريبا 1000 اورو، فهادو يعني هاد الروتاماسيون ديال هاد لي كارتيلي يعني تكون اوتوماتيكمون، ما غاديش الانسان كاع نهائيا يوصل لاجنسيه ديال اللي انت. ولكن هاد لي كارتيلي هادو اللي قلنا انفيريور على 1000 اورو تهمو فقط يعني من جنايو ديال السنه ديال 2000 حتى 31 ديسمبر ديال 2015، يعني بخلاف ما قيل في الاول. المهم هادشي اللي كاين دابا حاليا. كيف تعرف الجميع الغلاء ديال المعيشة زائد البنزين، يعني هادشي اثقل كاهل المواطنين والاجانب على حد سواء في ايطاليا. المهم حكومة ديال جورجيا ميلوني بلوكاو هاد البونوسات هادو، واحد ديال 200 اورو والاخر ديال 200 تشيكوانتا. الاول يعني ديال 200 اورو غادي يكون في الخلاص ديال البوستا باكا ديال الشهر هذا ديال جنايو، بينما الاخر ديال 100 تشيكوانتا اورو ان شاء الله غادي يكون يعني في مارسو. وبطبيعه الحال لمساعده يعني المواطنين على غلاء البنزين كما هو معروف. ممكن فيديوهات اخرى يعني نديرو يعني بالتفصيل يعني هاد البونوسات لمن غادي يمشي، ولا البونوس ديال 200 ولا البونوس كذلك ديال 100 تشيكوانتا، لان في المجموع 300 تشيكوانتا اورو اللي غادي تكون يعني ديال هاد البونوسات. بطبيعة الحال للناس يعني اللي خدامين، ماشي الناس اللي ما خدامينش، الناس اللي خدامين، الناس اللي عندهم بارتي ايفا كذلك اعمال حره، بطبيعة الحال هما الناس اللي غادي يستافدوا من هاد البونوسات هادو. ونهي هذا الفيديو هذا بهذا الخبر الزوين اللي ديال اول ماجستراتا كون فيلو يعني بالحجاب ديالها، اول قاضيه بالحجاب ديالها. الاسم ديالها هو هاجر بودراع، وهذا يعني فخر لجميع المغاربه ولجميع العرب اللي متواجدين باوروبا وخصوصا بايطاليا. اول مره يعني تنشوفوا قاضيه بالحجاب ديالها، وكنا تنذكروا انه كانت واحد كذلك واحد المحاميه اللي كانت هي بالحجاب ديالها بالفيلو ديالها، وكان منع القاضي من المرافعة في الجلسة بسبب حجاب ديالها، من بعد عاد اعتذر من بعد تدخل ديال محامين اخرين. المهم الاخت هاجر بودرا يعني المسألة ما كانش سهلة، يعني الطريق كانت شاقة كما تعرفون بالحجاب، يعني دائما كاين داك البريجوديتس يعني تحكموا على الانسان قبل يعني ما تعرفوا، لكن الانسان الى اجتهد بطبيعة الحال وحط في عينيه يعني انه يوصل لواحد الهدف، بطبيعة الحال راه غادي يوصل ليه، وما كاين حتى شي يعني قانون تمنع بان انسانة يعني بالحجاب ديالها ومحتفظة على الدين ديالها مثلا انها يعني ما تولاش مناصب يعني بحال التشكيل هذا، يعني انها تكون قاضية خصوصا في بلد غير مسلم. هنا يعني تتبلك كذلك يعني الديمقراطية والحرية كذلك ديال العبادة. وهنا كما تشوفوا الأخت هاجر مع الأب ديالها لأحسن التربية ديالها. هذا ما كان في الفيديو هذا، ما تحرموش من الدعم ديالكم القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.